السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوريكم طريقة السبانخ النهاردة. بجيب السبانخ، بجيب حزمتين، يعني اهم حزمتين اهم، بس هوريكم بنضفها ازاي. نضفتها طبعا من الورق اللي فيها، من الورق اللي فيها، وقمت عيناها وهوريكم بنضفها ازاي. بعين الحتة اللي فوق دي بس، مش كلها يعني، بعين الحتة اللي فيها دي كده بس، عشان دي بتديها طعم مسكر. اهي نضفتها كده اهو بالشكل ده اهي، وخضرتها اهي بالشكل ده، وخضرتها شبت وبقدونس وكزبرة. وهوريكم بقطعها ازاي وهعملها ازاي. اهي هجيب السبانخ اهي وهوريكم بتتقطع ازاي. عندي الراس بتاعتها اهي، بفضل اشققها كده، وممكن تقطعيها عشوائي يعني، كبيرة صغيرة كده كده، بتدبل في الأكل بتاعها، في الصلصة بتاعتها. طبعا التقلية بتاعتها، التخديعة بتاعتها، بقوم جايبة بصلة وحطها في السمنة بتاعتها وأقوم مخدعة لها. هوريكم برضو ازاي، بس هوريكم بقطعها ازاي دلوقتي اهي. ونفس الطريقة الخضرة بتاعتها، بجيبها وبعين العروش الناشفة اللي فيها وأقوم مقطعها زيها كده، وهوريكم ازاي. وجبت الشبت والبقدونس والكزبره اللي هي الخضره بتاعتها. انا ما بحط لهاش يا جماعه في التسويه لا رز ولا بحط لها حاجه، ما بعملها هي ساده خضرتها بس. بقطعها برده كده، بعين العروش اللي هي اللي من فوق ديت برميها الناشفه، وبرده بنقيها من الحاجه الوحشه اللي فيها، واقوم مقطعاها وبغسلها وانا مقطعاها. بفضل اغسلها كذا مره عشان التينه بتاعتها تنزل منها وتبقى نظيفه. لازم الخضره تتغسل كويس، وهوريكم بقى التقطيعها لما اقطعها. وهي بعد ما غسلتها وقطعتها قدامكم اهي، غسلتها كتير حلو قوي وخليتها زي الفل اهي. تقطيعها حلو قوي عشوائي يعني، كبير على صغير مفيش مشكله. وحطيت وهي هتحتاج بصلة في سمنة، والتومة دي مش هستعملها دلوقتي خالص، التومة بعد ما احط السبانخ واخليها تستوي كمان، هقوم عاملة لها طشة زي طشة الملوخية بالظبط، بالكزبرة اخر حاجة والملح، دول للحاجة الاخيرة يعني، فيها الدكة الاخيرة. وده التوابل بتاعتها، بودر بصل وبودر توم وفلفل اسود بس وملح. طبعا هوريكم وانا حطها على النار اهي. هجيبها، حطيت معلقه سمنه اهي بس كبيره شويه، معلقه سمنه، واحط عليها البصله. طبعا السبانخ هحط بعد ما تدبل البصله شويه كده وتحمر شويه، هقوم حط عليها الطماطم معايا اهو، واحده واحده هوريكم. وهي حمرتها اهي، وحط عليها الصلصة وغلوة واحدة بالظبط، وحط عليها الفرايد. وهي بصي زي ما قلت لكم، غلوة غلوة بس يعني، مش بسبكها لوحدها لا، وهحط عليها السبانخ، ورقة السبانخ وهي كده قدام حضراتكم. وهي بعد ما نزلتها كلها في قلب الصلصة، الطماطم بتاعتها المخدعة، وحطيت عليها طبق من الشوربة، شوربة اللحمة، حطيت عليها الطبق ده شوية كده، هتلاقوها هبطت خالص والصلصة بانت فيها. وبعد ما تهبط وتستوي إن شاء الله، بالمرة هحط التوابل قدامكم أهي أهي كلها على بعض. عايزه تحطي مرقه حطي، مش عايزه تحطي مرقه ما تحطيش، براحتك. والسبانخ فوائدها حلوه قوي وكتيره، وكلها حديد ومفيده جدا، وهوريكم بعد ما تستوي وبعد ما اعمل لها الطشه. وهي بصوا هبطت ازاي، الورق كله هبط اهي، وشكلها بقى حلو. طبعا ما زودتهاش شوربه كتير، هما مقرفتين بالظبط. وهحط دلوقتي اللحمه قبل برضو التكه الاخيره اللي هي بتاعت التوم والكزبرة. هحط التوم والكزبرة قدامكم السمن دلوقتي، وهطشها زي طشة الملوخية بالظبط، وتقولوا الطعم ده بقى مفيش منه. هي كده خلاص خلصت.
بس هحط بقى الطشه وهوريها. واخر بقى حاجه في السبانخ جبت سمنه معلقتين صغيرين زي دي كده حطيتهم، وهحط الثومه، راس ثومه مفرومه كبيره، هي بتحب الثومه حلوه قوي، بتحب الثومه كبيره حلوه قوي دي. هقوم معلقاها، وبعد ما تدبل الثومه شويه اقوم حاطه عليها الكزبره. طبعا حطيت معلقتين سمنه صغيرين لان انا حاطه قبل كده في البصله سمنه، هي تستوي قدامكم اهو. احط عليها الكزبره اهي اخر حاجه، لما تتحمر كويس يعني تبقى كويسه بقى، تبقى طعمها حلو جدا. طبعا هي مش محروق طبعا، تتحمر كويس اهو. بعد كده هرشها على السبانخ دي اخر حاجه، وبعد كده هقدمها في الطبق اهي. بعد ما خلصتها وغرفتها وقدامكم اهي، وجميله جدا ما اقولكوش ريحتها عامله ازاي. يا ريت لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.